السلام عليكم كي جي تو، عاملين ايه؟ انا ميس فاطمه من مدرسه فيوتشر باينيرز. النهارده يا كي جي تو هناخد اخر حرف من حروف اللغه العربيه واسمه حرف الياء. حرف الياء يا كي جي تو زي باقي الحروف ليه صوت. حرف الياء صوته يه. حرف الياء صوته يه. اشكال حرف الياء: في اول الكلمه شرطة صغيرة فوق السطر وبيفرد ايده على السطر وتحته نقطتين، زي كلمة يمامة يمامة. شكل حرف الياء في وسط الكلمة: بيفرد ايديه الاتنين علشان يمسك الحرف اللي جاي قبله ويمسك الحرف اللي جاي بعده، زي كلمة سيارة سيارة. حرف الياء جه في وسط الكلمة ماسك حرف السين وماسك حرف الألف. شكل حرف الياء في آخر الكلمة نص دايرة صغيرة تنزل بسرعة 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 وتطلع تاني وتحتها نقطتين، زي كلمة كرسي كرسي. كلمات حرف الياء: يه يه يمامة، سيارة سيارة. سمعنا صوت حرف الياء في وسط الكلمة كر سي. سمعنا صوت حرف الياء في آخر الكلمة يد يد. سمعنا صوت حرف الياء في أول الكلمة يوسفي يوسفي. سمعنا صوت حرف الياء في أول الكلمة عين عين. سمعنا صوت حرف الياء في وسط الكلمة. يلا بينا نشوف الأصوات القصيرة مع حرف الياء. أول صوت الفتحة. الفتحة شرطة مايلة بتيجي فوق الحرف بتخلينا نفتح صوتنا ياء. فتحة ياء. تاني صوت، صوت الضمة. الضمة شبه الواو بتيجي فوق الحرف بتخلينا نضم صوتنا ياء ضمة يو. الكسرة شرطة مايلة بتيجي تحت الحرف بتخلينا نكسر صوتنا ياء كسرة يي. آخر حاجة معانا السكون، دايرة صغيرة بتيجي فوق الحرف بتخلي صوت الحرف ساكن. هنشوف الكلمات. عندنا أول كلمة ياء فتحة ياء يد، ياء ضمة يو يوسفي، ياء كسرة يي ين، ياء سكون زي كلمة عين. الأصوات الطويلة عندنا يكيجي تو المد بالألف، فتحة زائد ألف مد بالألف. هنفتح صوتنا وهنطول فيه أربع عدات، هنقول يا. هنطول في صوتنا أربع عدات يكيجي تو يا. المد بالواو، ضم زائد واو مد بالواو. هنضم صوتنا وهنطول فيه أربع عدات، هنقول يو. آخر حاجة المد بالياء، هنكسر صوتنا وهنطول فيه أربع عدات، هنقول يي. نشوف الكلمات. عندنا أول كلمة هنقول نقرأ الكلمة مع بعض يا سمين يا سمين. دي كلمة ياسمين. أنا طولت في صوت حرف الياء وفتحت صوتي علشان فيها مد بالألف ممتاز يا كي جي تو. تاني كلمة هنقرأها مع بعض بو يوت بو بي يوت. دي كلمة بيوت فيها مد بالواو ممتاز يا كي جي تو. تالت كلمة نقرأها مع بعض مصري يين مصريين. أنا كسرت صوتي وطولت فيه أربع عدات يبقى فيها مد بالياء. نقرأ الكلمة مع بعض يا ما ما. تاني يا ما ما. دي كلمة يمامة. طيب مين هيقول لي كلمة يمامة فيها مد؟ طبعا فيها مد، مد بالألف. يلا نحلل الكلمة يا كي جي تو. هنرجع كل حرف لشكله الصحيح وفي مربع لوحده.
أول حرف حرف الياء وما ننساش الفتحة، تاني حرف الميم وما ننساش الفتحة، تالت حرف حرف الألف، رابع حرف حرف الميم، وآخر حرف التاء المربوطة. الكلمة اللي بعدها هي كي جي تو، يلا نقرأها مع بعض. يو سفي يو سفي. هنحلل الكلمة، هنرجع كل حرف لشكله المنفصل في مربع لوحده، حرف الياء في مربع لوحده وما ننساش الضمة، حرف الواو، حرف السين، حرف الفاء وما ننساش نحط له الكسرة، وآخر حاجة حرف الياء. طيب نراجع كي جي تو على الحرف اللي احنا اخدناه. احنا قلنا الحرف اللي احنا اخدناه اسمه حرف الياء. طيب وقلنا حرف الياء ليه صوت، حرف الياء صوته يه، حرف الياء صوته يه. وبكده كي جي تو نكون خلصنا حرف النهاردة، إلى اللقاء.